بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين. أعزائي مشاهدين قناة الموصلية الفضائية، نحييكم بأجمل تحية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجنا القرآني الرمضاني مزامير موصلية. تكلمنا في الحلقات السابقة عن نغم الحجاز وفروع الحجاز المدمي والعريبون المدمي والحويزاوي، وإن شاء الله نكمل على فروع الحجاز. قبل أن ندخل إلى فروع الحجاز، نأخذ سيرة من سير قرائنا الأفاضل في الموصل. اليوم نتكلم عن الشيخ الفاضل شيخ إبراهيم فاضل المشهداني، شيخ مشهور في مجال القراءات القرآنية، علم من أعلام الموصل، تخرج ولد في الموصل سنة 1943 في منطقة المشاهدة، تخرج من معهد المعلمين في الموصل، عديد المواهب ما شاء الله، خطاط وشاعر ونجار، أخذ القراءات السبع عن طريق الشاطبية من الشيخ عبد الفتاح الجومرد. له طلب كثيرون جدا، من أبرزهم ابنه الشيخ محمد إبراهيم فاضل المشهداني، والشيخ الدكتور طبيب دياري الذي يمتلك مدرسة قرآنية في السليمانية. الشيخ إبراهيم المشهداني طبعا الله يحفظه يطول لنا عمره، نعني ملتقي وياه وشيخنا وأخونا الكبير طبعا وعمنا، ملتقي وياه بعدة مجالس وفي عدة أمور، يشجع التلاوات الموصلية والأنغام. هذه الأنغام ما يوم من الأيام نكر هذا الشيء على أي بشر، أنه لا يجوز أن تقرأ القرآن بالأنغام. بالعكس، عندنا ندوات ومؤتمرات حضرة وألقى الشعر في هذه المؤتمرات والندوات، حفظه الله ويعتبر علم من أعلام مدينة الموصل. نرجع إلى موضوعنا، وصلنا إلى نغم المدمي والحويزاوي. طبعا حتى الإمام، ذكرنا أن الإمام واجب الإمام أن يمتلك، ما نقول صوت جميل، صوت مقبول حتى الناس يعني تحب أن تصلي خلفه. حتى المقام المدمي سعت الحويزاوي القراءة، نقدر نقرأ بصوت الفاتحة مثلا، نقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صليت إماماني وقريت مقام المدمي، أقرأ مدمي، حويزاوي، حجاز، سيقا، حكيمي، ركباني، عدي آية 40 إلى 45 نغمة موصلية اتعلم عزيزي المهتم، عزيزي اللي يملك الصوت، اتعلم يوميا أجي أقرب نغمة. ليش يعني هو هذا الجميل؟ صوت الجميل مهم جدا عزيزي المشاهد، وعليه نحن واجبنا أن نعلم هذه المقامات الجميلة، وإن شاء الله يتعلمه ويوظفه إن شاء الله في خدمة تلاوة القرآن الكريم. اليوم نتكلم فرع من فروع الحجاز هو مقام المثنوي. مقام المثنوي يعني مقام مثنوي نطلعه من الحجاز إن شاء الله، نفس الآيات نقرأ الحجاز ثم نأتي إلى نغم ومقام المثنوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هذا نغم المثنوي، نغم جميل، هكذا تعلمناه من الأجداد ثم انتقل إلينا. أكو ما شاء الله من المثنوي، من العريبون، من عدة أناشيد طيبة. يعني مثلا احنا عندنا من العريبون ياخذون للعاشق في الهوى دلائل، قصيده من ملا عثمان موصلي ياخذوها. عذل العاذلون فيك ولاموا كل لوم على المحب حرام يا بياض يا بياض يا بياض عيوني للعاشق في الهوى دلائل للعاشق في الهوى دلائل لا ينطق من كلامي عاذل مثلاً هاي قصيدة. يا من رحلوا وخلفوني وويلة يا من رحلوا وخلفوني أبكي أسفاً على المنازل. هذا عريبون، آية قصيدة ململ عثمان. هذا الإنشاد أم يفيدنا في تلاوة القرآن؟ أنا أجي يوم الإنشاد عندي حرية بالقصائد، عندي حرية، ما عندي أحكام تلاوة، من هذا أطور نفسي بالإنشاد بعدين أجي أوظفه في تلاوة القرآن الكريم. من المثنوي عندنا ألا فجود الأمل، قصيدة من ملا عثمان موصلي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أيصن النفس واحملها على ما يزينها تعس آلما والقول فيك جميل. أسن يجي على المثنوي. ولا ترين الناس إلا تجملا نبا بك دهر أو جفاك خليل يا وير يا وير يا وير يا أمان 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 ألا فجودوا لنا بالوصال ألا فجودوا لنا بالوصال هجركم هزنا والسقم طل فالحال حال. هذا مقام المثنوي، تعلمنا مقام نقدر نأديه مقام المثنوي الآيات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل المثنوي طبقنا على القرآن؟ بس في القرآن عدنا أحكام تلاوة نطبقها، وبالإنشاد حريين نتعلم النغم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ونوظفه في
تعليم القرآن أو قراءة القرآن الكريم إن شاء الله. إن شاء الله نطلع فاصل نواصل نتكلم عن الحجاز وفروعه. فاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج القرآني الرمضاني مزامير موصلية. تكلمنا عن الحجاز والمدمي، فروع الحجاز طبعا، والمدمي ما يسمى عريبون لدينا، والحويزاوي، وتكلمنا عن المثنوي، وإن شاء الله نتكلم عن المنصوري، يعني فرع من الحجاز هو المنصوري، مقام المنصوري. أخوان تعرفون يعني حلقات مختصرة نتكلم عن النغم بصورة مختصرة إن شاء الله. يتعلم أزيد عندي يعني على اليوتيوب برامج، عندي على الإيوان الموصلي حلقات كثيرة في هذا المجال، وأي شخص مهتم يتصل ويتعلم يطور نفسه نحن حاضرين أني وزملائي، يعني ترى أشخاص معتودين بالموصل يعني يقدرون يعني يدخلون عمق هذا النغم الموصلي. طبعا مستعدين نعلم أي واحد على هذا النغم، وفقط نحن بهاي حلقات مشكورين قناة الموصلية طبعا توصل تحافظ على هذا الإرث الجميل، القراءات الموصلة، النغام الموصلة في تلاوة القرآن عن طريق هاي القناة الجميلة، نوصل صوتنا إن شاء الله، ولو يعجبه ويتعمق ويتعلم نحن حاضرين إن شاء الله. نغم المنصوري فرع من مقام الحجاز، ناخذ منه نعمة الحجاز وناخذ المنصوري. نبدأ بالحجاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا نغم المنصوري. طبعا
نغم جميل. أهل بغداد يطلعون المنصوري من الصبا، يعني يخاف واحد يجي يقول لك المنصوري ما من الحجاز، لا نحن بالموسم طلع المنصوري من الحجاز. أهل بغداد يطلعون المنصوري من الصبا، وهذا ما ليس أي ضير به. نحن نتعلم النغمة. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيشتموا يوم الرحيل فؤادي. هذا المنصوري. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. هذا نغم المنصوري فرع من الحجاز، مقام جميل نوظفه في تلاوة القرآن الكريم، لأن أحكام تلاوة تعلمنا، أحكام تلاوة ضبطنا، أحكام التلاوة نملك صوت جميل، نتعلم هاي النغم الجميلة نوظفها في آيات الله، آيات عظيمة في كتاب الله. هذا النغم، النغم جميل أعزائي المشاهدين، النغم جميل. نحن الحجاز نقدر نطول به شهر، السعيقان طول وبي كثير فروع، بس نحن عندنا حلقات محددة، حلقات مختصرة كما ذكرنا، يتعلم يطور نفسه، يراسلنا نحن حاضرين نطور أي واحد يملك صوت ويتعلم، إن شاء الله نعلمه كيفية قراءة القرآن الكريم بالأحكام التلاوة. يعني نحن عندنا جايز إن شاء الله بحافظ في القراءات العشرة، نضبطه أحكام التلاوة. أكو كثير ناس يعني تعلم أحكام التلاوة، كثير كثير ما شاء الله ضابطين، بس يعني بعض العلم يعني صراحة عزيزي المشاهد إنه قليل يعرف هذا العلم، خاصة بالموصل نادر. يعني أتذكر أني عمري 6 سنوات، والدي الله يرحمه هو قاري قرآن، كان يقرأ بمحفل النبي يونس، يأخذني وياه، جلست ويا معظم القراء، معظم أهل المقام والنغم القرآني جلست وياهم، مشافة تعلمنا منهم علم جميل. طبعا علم نيد هذا العلم ما نختصر به نحن، بس نتعلمه للناس. هذا العلم ينتقل من عندنا إلى الناس، إلى أصحاب الأصوات الجميلة يتعلمون هذا العلم الجميل. بقى عندنا ناخذ المنصور، ياخذنا يعني ناخذ ان شاء الله، اخذنا المدمي والحويزاوي، واخذنا المثنوي، واخذنا المنصوري، ايضا ان شاء الله ناخذ الحجاز هميون. حجاز هميون مقام جميل، فرع من فروع نغم الحجاز، ان شاء الله ام نتعلمه، نقرا شويه حجاز هميون، نقرا شويه حجاز كار، هاي مقامين ان شاء الله فروع من مقام الحجاز، نتعلم كيفية أدائهم في القرآن الكريم إن شاء الله. إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نقرأ الحجاز الهميون. فاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وبرنامج مزامير موصلية، تكلمنا عن الحجاز وفروع الحجاز، إن شاء الله نتكلم عن حجاز الهميون، نقرأ الحجاز ونقرأ الحجاز الهميون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين
قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هذا حجاز هميون نعمل الحجاز هميون مقام جميل مقام طيب نتعلم في تلاوة القرآن أكو كثير أنغام نحن ما ندخل مثلا يقول لك أكو مقام حجاز غريب حجاز ديوان حجاز شيطاني أكو هاي مقامات نحن نجي على المقامات تعرفون يعني أعزائي المشاهدين أن الوقت قصير يريد يتعلم علموا كل شيء بس هاي مقامات الحجاز المتداول عند أهل الموصي يقرون هاي المقامات يقرون المدمي العريبون يقرون الحويزاوي يقرون المنصور يقرون المثنوي يقرون حجاز هميون هاي مأثورة قراءة أهل الموصي هكذا يقرون هاي أنغام يقرون قليل من الحجاز كار يعني حجاز كار أما الحجاز نأخذه ببحده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذا الحجاز كار نغم
جميل، نغم نتعلمه نوظفه في تلاوة القرآن الكريم. نغم أيمتي ما نيد نطور نفس بي نطور بي مدى نجيب قصائد في مدح الرسول في وصف الله عز وجل، نتعلمه بعدين نجي نوظفه على القرآن في أحكام التلاوة. سهل بس الحجاز كار طيب وسهل. مثلا نقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو نغم الحجاز كار، أخذنا مقام الحجاز حجاز كار. نتكلم عن صفة من صفات حملة القرآن، أهل القرآن، أوصي نفسي أولا ثم أوصي أهل القرآن. الصفة تكلمنا عن صدق النية، نتكلم عن الإخلاص في العمل. الإخلاص في العمل ضروري جدا أعزائي المشاهدين. نحن الإخلاص بالعمل واجب على كل مسلم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا ذلك دين القيمة، مخلصين له الدين. الإخلاص في العمل، أني أجي أني واحد من أهل القرآن، يوم أجي أتعلم القرآن إنه أخلص، قلنا النية لله خلاص العمل. يوم أجي عندي طلاب أنطيهم أخلص في عملي أنطيهم. أني موظف بين الناس، أني عندي جار، أني بالمنطقة، دائما أكون مخلص في العمل، موظف أدي وظيفتي بما يرضي، بما يرضي رب العالمين. الإخلاص في العمل مهم، أنه يقولون شوف هذا رجل صاحب قرآن يتلو القرآن من حملة القرآن، والله العظيم هذا يطبق ما يقرأ، وهذا مخلص بالعمل ما شاء الله. يا أبي قال لك هذا أشو ما مخلص بالعمل، هذا لو من أهل القرآن أشو ما يخلص بالعمل، والنعم منه. فإذا كان العكس، أنت قاري قرآن من أهل القرآن تيجي ما تخلص بعملك، وعملك كله يعني 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 شوفه كله ما بيخلاص، تدور إنه تعد أيام عما يجرات تسم راتبك وثيام الله. وأنا يعني أش علي يعني الناس يقول يا شوف هذا قاري قرآن وإمام بالجامع وما أعرف إيش، وشوف شلون ما يعكس ما يعمل شيء مثل ما الله أمره. من هذا سمعة أهل القرآن بيدك عزيزي، أنت من أهل القرآن بيدك هي سمعة الدين، سمعة أهل القرآن. يجب أن يكون عندي إخلاص في العمل. إن شاء الله خلصنا نغم الحجاز، نبدي بالحلقات القادمة إن شاء الله بنغم البيات وفروع البيات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.